مهم، خلونا نقول لكم كده شويه اخبار عندنا من خبر ابيض. احنا عارفين طبعا انه الكورونا الجميله عودتنا على القعده في البيت، حرمتنا من حاجات كتير في الاول كنا حاسين بنقص شديد ان احنا مش بنعملها، خروج والنزول مقابله الناس، الاكل بره، كلنا اتساوينا، كلنا حتى الناس اللي معاها فلوس كتير بطلت تعمل حاجات زي ما كل الناس بطلت تعمل الزرح. افتكروا كده، افتكروا كويس، كله قاعد في بيته فعلا، كلنا بقينا ناكل نفس الاكل ونعيش نفس العيشه ونقعد نتفرج على نفس التلفزيون طبعا. فعلا حصل حاله من المساواه، بس في حاجات كتير قوي الواحد كان متعود يعملها ايجابيه كمان وبطل يعملها. يعني في ناس كتير كانت متعوده تنزل تلعب رياضه، في ناس كانت في فرق، في ناس كانت في بطولات، في ناس كانت بتروح الجيم اضعف الايمان، كل الحاجات دي الناس اتحرمت منها. ففي ناس، انا من الناس مثلا اللي بدات العب رياضه في البيت، جبت شويه دمبلز على شويه ويتس يعني اوزان على مات، دي المرتبه دي اللي وبدات العب ايه على قد ما اقدر عشان احافظ على الفتنس، ركبت العجله بدات انزل بالعجله حاجات كده. في ناس كانت متعوده، وفي كابل يعني بريطانيين دول اللي احنا بنتكلم عنهم، هم متعودين ينزلوا هم كل يوم مع بعض يروحوا ياخدوا الكافي بتاعهم او القهوه بتاعتهم في كافيه معين، ومتعودين على العاده دي، وده يعني طقس بيعملوه كل يوم مع بعض. حلو. ودي الحاجه الحلوه ان هم بيعملوه مع بعض. المهم لما قفلت الكافيهات وبتاع حسوا ان هم قاعدين ما بيعملوش حاجه وان الموضوع هيطول وانهم اتخنقوا، فقرروا حكى عليا اتخنقوا بقى اتخنقوا من بعض لا هم مش من بعض، هم اتخنقوا من قعده البيت. ايوه عملوا كافيه جوه البيت، هيئوا كده كورنر معين في البيت وعملوا كافيه في البيت في اجواء باجواء الكافيه، وبقوا ينزلوا اهو زي ما انتم شايفين، وبقوا ينزلوا كل يوم ياخدوا الكافي بتاعهم في الكافيه اللي هم عملوه. الكافيه ده كله على بعضه كلفهم 500 استرليني تقريبا، صندوق كشك خشب، كشك كده في الجنينه، وعملوا كده زي كاونتر كده وكرسيين ومش عارفه ايه، وغالبا شكلهم هم اللي عملوه بايديهم، وده جزء من الفن يعني، جزء من الاستمتاع. اكيد مش هيتعاملوا مع عمال بقى، فعملوه يمكن بايديهم، جزء من الاستمتاع اهو، وعاملينه فعلا جو كافيه، وبيقعدوا هم الاثنين على الكاونتر ده ويشربوا الكافي بتاعهم ولا وات ايفر. تغيير ده حاجه مع ان في جنينتهم، حاله لطيفه جدا جدا، واكيد الراجل مستفيد. طب انا هحكي ما بيدفعش خلاص فلوس ليه؟ ما هو مكلف نفسه اهو، خشب ونجاره و... طب والواحد لو 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 الواحد بيحب ياكل كبده وسجق كل يوم يعني، نعمل عربيه كبده وسجق سهله عندك بقى ونكسب يا شيخ. عندك النصبه ورانا.